بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بادئ لبدء نشكر القائمين يعني اللي داروا هذه الحصة اللي خاصها بالمظلومين، وحنا نقولوا يعني أغلبية الجزائريين راهم مظلومين في هذه البلاد يعني. وما نساوش باش نتمناو لهم يعني رمضان كريم ويدخل على الأمة الإسلامية وخاصة الجزائرية بخير، ونطلبوا الهناء لهذه البلاد. أنا أستاذة محامية من وهران، يعني عندي حوالي 27 سنة تاع مهنة في نقابة وهران، وتعرضت لظلم كبير بزاف بزاف من طرف نقيب محامي وهران سيد وهراني الهواري. يعني بادئ دي بدء نبدأ القصة تاعي من أول وهلة. أن طليقي يعني عضو في المنظمة وعندي 3 بنات معاه، وعمره ما خلص النفقة الإهمالية نتاع البنات تاعه. وصل به الأمر إلى حوالي مبلغ أنفيرون 200 مليون. مشيت شفت النقيب خاطر خاص نطلب رخصة باش نرفع قضية ضده. قلت له ودي سيد النقيب شوفوا يدير لي ان كالندريي ولا يدير لي حاجة. قال لي ما بغاش يحشم، روحي ديري قضية ضده. هذا ما دفعني باش ندير شكوى ضد طليقي اللي هو شري فيا قاده. كي رفعت قضيه ضده، الاستاذ شري فيا قاده اللي هو طليقي مش سي مانيفيستي عند النقيب وكيفاش تخليها ولقت منحها ولقت دير لها كيفاش انا نفوت كمتهم. المهم منعوني من حق الدفاع، انا كنت ضحيه وبانت لي بلي كنت متهمه. جلسة خارقة للعادة، بالرغم أنه يعني هو بنفسه كان عند المحضرة يقول لها باللي راني معترف بالمبلغ، خاطر وصلت حتى حجزت له المبلغ تاع 117 مليون، راني معترف باللي راهي تساني هذا المبلغ ولكن نديره لها بالتقسيط، يعني قبلت باش يعطيني 10 مليون باغ موا. يعني التهمة كانت ثابتة بأركانها. يخرج براءة، كي يخرج براءة سيتي لو موا جوان، لو 23 جوان، لو 27 جوان يديرو كونسي ديسيبلين تشطب انايا فيه 2012. يتم تشطيبي بطريقة غير قانونية، درت طعن امام لجنة الطعون. الحمد لله كاين عدالة وعندنا ثقة كاملة في العدالة الجزائرية، واستفادت من البراءة تاعي، البراءة من لجنة الطعون اللي تبرأني من هذاك وتلغي لي الشطب. على كل حال بلغت له البراءه للنقيب، يعني اوتوماتيكمون تبلغها للنقيب ولي شيف دو كو ونبدا خدمتي نورمالمون. هنا هو المشكل، النقيب رفض التبليغ، رفض الاستلام التبليغ، وضاربا حرط العائد على كل يعني الجهات القضائيه العليا، ما يستعرف لا برئيس الاتحاد ولا بلجنة الطعون ولا حتى الوزير بنفسه. بقيت نعاني انا بهذاك المشكل، نقارع باش يودني شكون يخدم على بناتي كيفاش ندير. وصلت هذا ما دفع لي الامر الى الوصول دخول في اضراب عن الطعام. دخلت في اضراب عن الطعام لو ثوازيام جور تاعنا تاع الاضراب عن الطعام، انا وجماعه من المحامين كنا واحد 3 ولا 4. جي رئيس الاتحاد نقيب ساعي، يجي معاه الاعضاء اللي هو النقيب سليني النقيب عثماني، يجوا عنا وين كنا داين الاضراب. يعني وصل رئيس الاتحاد تالمون شفات حالتي سلم لي على يدي قال لي سمحينا في ظلمك، اي رفعوا روحكم ويتروحوا. قلت له سيد النقيب انا ني دايره دوموند دو ترانسفير من 2012، راني مخلصاته دوموند دو ترانسفير، راني باغي نخرج كاع من هاد المنظمة لاني محقورة فيها. هايا لا من 2012 مخلصة كاع لي فري دو ترانسفير وما بغاش يدير لي ترانسفير تاعي، راني معلقة. وين وصلت؟ جي دوموندي ناتيستاسيون دو فونكسيون، رفد التليفون قال لي هاكي تسمعيني نهضر مع معالي الوزير والملف تاعك راه عند الوزير. ودرت نداء بوبليكمون يعني يوم اللي درت اضراب عن الطعام، يا السيد معالي الوزير انا شابيني وبينك الملف لا راه عندك وراك دسالي كيما راه يقول النقيب، عطوني غير شهاده عمل، ما نستحق شهاده عمل، مانيش مواطنه جزائريه وعندي حق في الحصول على شهاده عمل. هذا ابسط شيء ما راهش يبغي يعطيه لنا،
وين نروحوا نشتكوا؟ هاد ترانسفير مخلص وقال لي ما نديكش وما تبدليش وتقعدي عندي ونقعد غير نحبس فيك وما تبديش تلبسي لا روب نوار كيما قال ما تزيديش تلبسيها. مين دخلنا في اضراب عن الطعام جاونا يعني من بينهم عضو يعني رئيس البرلمان سيد بوشاش الهاني اللي يعني نشكره وكان عنده يعني رجوله باش يطرح سؤال شفوي للسيد معالي الوزير بالنسبه للحاله نتاعنا تاع المضربين وخاصه المراه انايا اللي كنت في وسطهم على اساس نفقه. ما جاوباش معالي الوزير، ما جاوبناش حنايا اللي طلبنا تحقيق. بالك حنا ظالمينه هذا النقيب، بالك انا اللي ظالمته هني كذب عليه. بعثوا لنا لجنه التحقيق تحقق سيدي الا رانا ظالمينه، ماشي شطبوني الا كاين اقصى حد من الشط اني قابل ديروه لي. ولكن القانون يطبق على الجميع ماشي يطبق على فئه وفئه، لا الناس راهم دي كونداني ديفينيتيفمون راهم معاه ويخدموا معاه واعضاء في في في, في المنظمه. شايدير النقيب اونتخو طون كي جاو احنا حشمنا يعني من النقابة اللي جاو عندنا وقالوا لنا غادي نحلوا لكم مشكل تاعكم، واش نديروا؟ علقنا الاضراب لحين يعني ما يسوونا الوضعيه تاعنا. رئيس الاتحاد دار مداوله بالحضور تاعها لو 23 مي، قال لها الا ترفع اليد عن الاستاذه بالقاسم سعدون وتردها مباشره، رفدها هذه وقطعها كوم سي دو ريان ايتي. يلفت لي تهمه باش انا ما نوليش وباش ما ينفذش المداوله تاع رئيس الاتحاد، يروح يلفت لي تهمه ما تدخلش العقل واحد مهبول ما يتقبلهاش. ان كازي فيرج انا ديت عليه 100 مليون باش نخرجه، هذا حتى التامبر تاع كازي قلعته ليتا كازي راهم يروحوا يخرجوه بلا تامبر. كيفاش انا هذا السيد مهبول يعطيني 100 مليون باش نخرج له كازي؟ ويقول بالتاكيد قدمتهم للقضاة، سي غاف، هذه ولات قضية تاع رأي عام، سي تخي تخي غاف. جي دوموندي للقاضي التحقيق باش يسمع النقيب كشاهد اتهام ويجبد هاد القضاة قاضي بقاضي، شكون هما هاد القضاة اللي داو هادو 100 مليون تاع الكازيي؟ رفض. جو سوي ديزولي سيد قاضي التحقيق ما خدمش كاع الخدمة تاعه وتحايس تحايس تامل مع النقيب، لخاطر كنا ديجا اوباغافون وما يجوز نقدموا شكوى ضد النقيب ما يسجلوهاناش. وكيل الجمهوريه بنفسه بنسونا دخلت عليه ما بغاش حتى يستقبلني، قال لي ما استقبلكش، علاش ما تستقبلوناش؟ استقبلني كمواطنه جزائريه سيدي، ما تستقبلنيش كمحاميه. سيد قاضي التحقيق على ما خدمتش الخدمه تاعك كما ينبغي وحققت في الملف كما ينبغي وصلت وتكون عندك الشجاعه، هذا ملف دو نون ليو ودرت فيها نون ليو، ديروا لي امر ايداع، التمس لي امر ايداع. انا هنا دايره غرف دو لافي هما يدوا لي موندا دامني، جايبين الفورغون تاع لابوليس وجايين يحوسوا عليا في الدار باش يطلعوني، ما يحشموش مرا تحقروا فيها اسو بوالا. لو كان غيتا بيتا بروحها الشكوى تحرد في النقابه في المنظمه، راهي محره في المنظمه من داك ربي عماهم داروا الفاكس تاع المنظمه فاكساو بيه للنائب العام بالفاكس تاع المنظمه. ها هي لا بالفاكس تاع المنظمه، ها ولا لو فاكس، لا رانا نكذبوا عليهم، ها ولا الفاكس ومحرر بالنقيب هو حررها. ميم سي سيتي اون كاستيون دونوغيغ، روحوا بعيد، اون كاستيون دونوغيغ ما بيني وبين هاد الكليون. يعني جو بونس كو النقيب راه راكم نقيب سي وهراني، راك نقيب وراك تعرف القانون، الى قضيه تاع اونوغيغ تعيط لي تبلغ لي الشكوى بخوميغمون نجاوب عليها وتعيط لي ودير تحكيم. قال اودي كي ديتي 100 خلصي لي 10 ولا 5 ولا وردي، ماشي تصرح تصريح كاذب وتقول ليست محاميه وتدمرني باش يدخلوني موندا ديبو ونولي انا نصبت ونفوت انا بوغ نصب ولا اسكوكري. عيب عليك، راك عارف بلي راني محاميه وجاوبتوني لا غولاكس، وهذا الشيء هو اللي سلكني وقاضي الدرجه الاولى الحمد لله فهم الملف وبالمناقشه راني استفاديت من البراءه. الا انه تفاجات يعني لو لوندوما لو بروكيور لوي ميم يفي ابل 5 جوغ ابخي لا بارتي سيفيل عاد باش دير ابل،
ويعينوا محامي. المحامي من اللي جيت تنصب ضدي قلت استاذ كاين اجراءات، انا استاذه نورمالمون اتصل بيا، قال لي الله غالب اني معين من طرف النقيب. كيف معين من طرف النقيب؟ هذه القضيه ماشي بيني وبين النقيب، هذه بيني وبين كليون اون تيغس بيرسون. كيف معين من طرف سيتادير لو كومبلو اي تي في افيك لو باتوني. هذا لو باتوني اللي ما راهش باغي يخليني ترونكيل، ماش باغي يخليني نخدم نيشان. هذه هي شا يدير رئيس المجلس، يلغي الحكم تاع البراءة، نوقف قدامه ما عندك حق الدفاع، أجل اللي ندير الدفاع. قال لي ما الأجل لك، ما والو تشرعي اليوم وسمعتيها، ما كاينش أستاذة هنا عندي، راكي متهمة. طرف المدني تفضل يا أستاذ رافع، خذ راحتك، اطلبوا طلبات، هذا مكان زيدوا طلبوا. يطلب 130 مليون اون ماتيير كريمينال. Où j'ai été constituée plusieurs fois partie civile, jamais j'ai pu obtenir un montant qui m'a hakata 100 millions ou 100 اقصى اقصى تعويض يعني يكون 50 مليون. يعني تفاجأت وين يطلب لي يلغي لي البراءة ويدي لي 6 اشهر مع وقف التنفيذ، وباش نطلع نرد الاخر للطرف المدني 130 مليون. وشي حيت في القرار فرانشمون، يعني راني نتاسف لهاد الرؤساء وهاد العداله اللي ولات اوسي باس كو سا. فرانشمون راني فريمون متاسفه. الحمد لله خدمنا مع قودات، وقودات كي نقول لك قودات كي وقفوا شجاعين وخدموا العداله وضحوا على هاد البلاد. اللي مات مات الله يحماه، واللي راه عايش نتحي له. ولكن قودات تاع التعليمات انا عمرهم ما يدخلوا لي في راسي وما نقبلهمش ونرفضهم بتاتا. واش يقول لي قالها النقيب يعاود ينقلها. انها ليست محاميه واوهمته انها محاميه، وعلى هذا الشيء يديروا بالتصريحات الضحيه. هل تصريحات الضحيه قارنه لادانتي؟ هل يا السيد زنداقي طالعت الملف تاعي وعرفت بلي مانيش محاميه؟ وكراني مقدمت لك البراءه وقدمت لك حتى قرار وين رافعت انا والنقيب ورفعنا كومباغازاق عندك انت بالذات. وانا وليت ماشي محاميه، زعمك الهضره اللي هضرها النقيب مانيش محاميه، ساي مانيش محاميه. وين راه وين راهي الادانه تاعي هنايا؟ انا مانيش محاميه؟ عيب عليكم، حرام عليكم، تتهموا في الناس وتظلموهم وغدوه عند ربي كي توقفوا شي قارع لكم. حرام، واحد كي يخدم يخدم بضميره افيك سا بور كونسيونس. ماشي توقفوا باسكو تعليمات باسكو هذا النقيب. انا اللي مخلوعه هذا النقيب كيفاش وصل هاد الضغوطات تاعها كاع من جابها باش يوصل، يعني ياثر على كاع هاد القضاه لي شيف دو كور لي غريفي، يعني وين ما نروحوا النقيب النقيب. او هذا السيد الرئيس فخامه الرئيس بوتفليقه، الارهاب وما ادراك في الارهاب، ودار مصالحه مع متصالحو حتى تحارى محاميه مراه محقوره عند نفقه توصلوا تمرمدوا فيها كاع كيما هكا، ما تحشموش وتلبسوا لها تهم ما يتقبلها لا العقل ولا المنطق. انا النداء اللي درته ومازال متمسكه به، راني نادي الى مانيش باغي نروح لهنايا، بتحسوا دفعوني للاليات الخارجيه، جامي خلي بلادي يروح للاليات الخارجيه. انا بنت ولاد الثوره وبنت المجاهدين وبنت الجزائر الحره، باش انا نمشي نبرمد بلادي للخارج. انا اللي باغي في بلادي نجيب حقي والناس يوقفوا معايا، وخاصه النداء اللي نعاود نكرر فيه، معالي الوزير يا معالي الوزير يا معالي الوزير، الخطرات راني نترجاك، زيفط لي لجنه تحقق، ماني نقول لك والو. ولا جبرتني هنا دار متاع مشي قلع لي كاع الجنسيه الجزائريه، قلع حالي كاع. وعلى هذا الاساس حنايا نذكر هذا النقيب لي راه اليوم نقيب وراك تحقر وماراكش حشمان، انت راك فت سيد النقيب، راك فت مع ديدا محمد بو اسكروكري. بصح مي كانوا رجال رجال وكانت المهنه ما يبغوش يلطخوها يوثقوها، داروا ان ارانجمون لامياب. وانت بروحك راك مستعرب اللي ديت له 30 مليون وراه عندك ان موندا ديبو من عند النائب العام المساعد. À ce jour, il n'a pas été exécuté. حلوا المشكل على مياب باش يخلوا المهنه نقيه. كان تواتي الله يرحمه نقيب وقال لك اودي رجع له برك انا من المشاكل ورجع له دراهمه وما تفوت ما ديروا نفس التهمه.
راك باغي ديرها لي انا توسخني بها انت هنا مستعرف بلي سكوكري هذا مسكين اكسيدون دو ترافاي كليت له 30 مليون قلت له بلي ديتهم له اونوغير الي بوك 30 مليون دونك تفوت تجيب مليار بالك ودروك انا جاي ملبس لي تهمه اللي ما كايناش كاع بتاتا ما هنا انت راك مستعرف بها وراه كاين الموندا ديبو تاعك هنايا فيها على راك تحقف في الناس هكا على راك تحقف في الوليه الا انا بصح كونداني كيما راك تقول هذه كونداني وتقول لهم ما تحشمش تقول لهم نجيب 31 في التلفزيون قايلها 31 عاود نخرجهم اون كورتاج اسكو سا سو دي بوغ هادي هادي سي اون ديكلاراسيون دان باتوني هذا كلام يقوله باتوني كون جيت ان باتوني ساج وعاقل لو لاج سال سو لاف اونتر فامي تعيط لنا وتحل مشاكل بناتنا هذه حتى لجنه الطعون ملت وكرهت بالملفات تاعك قال لك عمرنا ما خدمنا كما في الوقت اللي راه فيه النقيب من العهده تاعك هما راهم يخدموا ب 90 ملف ركات لهم غير الشط بالشط 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 بعد اللي تشطب نقي قدام بابك ومن بعد روح نقي ديار الناس الناس هكا دير ماشي انت ديجا مصخ ورا عندك دي كونت عندك بوندا ديبو ودي اسكروكري وتحوس تفوت الناس بوغ اسكروكري اي بوغ بلي انا ماشي خدامه خدامه وعندي البراءه ولا ما عجبتكش البراءه تاع رئيس الاتحاد روح اشتكي كونتاكت فيها عند وزير العدل كان عندك شهر تاع ديلي تاع الطعن على ما طعنتش على تخلي لي ديلي فاتو وتقولي انا جو سوي غوا دو ما جونغل معليش انت غوا دو تا جونغل انا جو سوي كون بوتيت فام بصح كاين الرجال مازال البلاد فيها رجال ونعرف باللي مازال الناس نزهاء مازال الناس تكافح باش تنقي هاد البلاد باش ما يقعدوش الناس تظلموا فيهم في الباطل درك انا اون طونك افوكات 28 اون سيرفيس محقوره ما قدرتش ندافع على نفسي كيفاش ويمنعوني حتى بحق الدفاع ما عنديش دغوا في المحامي اللي هو حق دستوري مقدس كيفاش دروك مواطن بسيط يقدر يدافع على روحه جو مي بوز لا كيستيون ان سامبل سيتويان كي راه داير مع هاد العداله دروك العداله الجزائريه تطرحوا لي سؤال على العداله الجزائريه انا جو مي سوي بوزي لا كيستيون وي لا جوستيس الجيريان وين راهم راقدين كتبنا لهم اون لي سيزي باغ اكري فوتنا يعني الاخر بالتلفزيون جات الكابيسي عندنا جاو يعني با مال دو هادو نهار اللي كنا اضرب طلبنا غير لجنه تحقيق وما زلنا نطلبوا ونعاودوا ناكدوا على هذه اللجنه رانا محقورين بزاف لا سيما في منظمه وهران هذا حتى يوصل النائب العام يقول يا ودي انا خاطيني مشكله ما بينك وبين النقيب وين نروح نشكي يعطوني حل دروك انا وين نروح نشكي رئيس الاتحاد قال لك انا منسق وين نمشو والده خلاصه هذا القول انا اول شيء يعني اللي نقوله نتاسف خاطر اول ابخي 28 اون ديكزيرسيس يعني اول مره وين راني نشوف روحي واقفه ديفون لا تيلي ونهضر في بلادي بصح حاجه اللي هي فرحتني سي كوني نهضر انني مظلومه انني امراه وان القضيه تاعي تتعلق بالنفقه مو جي دي زافير يسالون 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين يدوا لهم موندا ديبو يا الرئيس لا يلو كوراج باش يبرئني الرئيس قلعوه من الجلسه قلعوه من الجلسه هذا اللي عطاني براءه وداروا في جلسه واخده اخرى ظلم كبير يتحرك يا معالي الوزير تحركوا من فضلكم نداء تاع ام لثلاث بنات نداء تاع بنت المجاهدين نداء تاع امراه محقوره في بلاد الجزائر الحره نيمتوا عليها مليون ونص شهيد رانا نطلبوا من السلطات العليا خاصه وزير العدل رانا طلحنا عليكم سؤال بعثت لنا غير لجنه التحقيق ما راناش نقولوا كثر ابعت سيدي مفتشيه يقروا لي القرار ويشوفوا يشوفوا الوثائق بالك راني غلطه انا في هذا زنديقي بالك انا نظام ما تمشي هو ظلمني يعني نطلبوا الانصاف راني نطلب الانصاف انصفوني 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 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.